أوقاتكم سعيدة مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لحلقة جديدة من ملاعب اللاذقية، وفيها تتسارع الأحداث الرياضية في أندية اللاذقية وتحديدا في ناديي تشرين وحطين. فبعد ابتعاد رئيس نادي تشرين عن العمل الرياضي واستقالة مدرب حطين، قرر عضو إدارة نادي حطين والخبرة التحكيمية والإدارية كمال قدسي اعتزال العمل الرياضي بشكل نهائي. ومن جهة ثانية نال فريق أشبال حطين لقب بطولة المحافظة، ويوم أمس أقيم حفل اختتام مدرسة تشرين للصغار، وطبعا مجموعة أيضا من الأحداث وغيرها سنناقشها مع زميلنا الإعلامي خالد جطل. أهلا وسهلا فيك أخي خالد. تحياتي زميل عبد الله. أهلا وسهلا فيك. نبدأ من واقع نادي تشرين، كيف بتنظر إلى هذا الواقع وشو أسبابه؟ والله واقع نادي تشرين لا يسر للأسف. واقع نادي تشرين ما نو من هالسنة، واقع نادي تشرين من سنوات، فينا نقول من 4-5 سنوات، فينا نقول من 7 سنوات. واقع نادي تشرين هو إدارة بتجي شهر 2-3-4 وبعدين بتفل، بتجي إدارة تانية بتنسى اللي عملته الإدارة السابقة، بتبلش تشتغل من جديد، يعني بتبلش من الصفر. فكل إدارة بتجي للأسف عم تلغي اللي عملته الإدارة السابقة، عم تحيد اللي كان عم يشتغل مع الإدارة السابقة. ما فيني أقول إلا أني أسباب هالشيء هذا سبب، والسبب الثاني ابتعاد الجميع دون استثناء عن النادي وعدم الاكتراث بواقع النادي الصعب جدا. فما بعرف يعني محبين النادي، أعضاء الإدارات السابقة، الكوادر الإدارية، الكوادر الفنية، شو بدها لحتى ترجع لنادي تشرين؟ شو هن بدهم بنادي تشرين؟ لحد الآن ما عم بعرف أني شو بدهم يكون موجود ليجوا. يعني هل بدهم في مغناطيس معين ليجوا على نادي تشرين؟ انا برايي اني لابد ان الكل يحب تشرين، اللي كبرهم تشرين كبر هالكل، سواء كانوا ادارات، سواء كانوا لاعبين، سواء كانوا كوادر اداريه، تشرين اللي كبرهم ولما كبروا ابتعدوا. شو حلو. فجاه انهارت طموحات التشرينيين مثل ما بيقولوا بعد التعاقد مع 15 لاعب من قبل رئيس النادي للمنافسه على البطولات، لكن هالاحلام كلها طارت هيك بليله ما فيها ضوء مثل ما بيقولوا، وابتعد رئيس النادي بسبب ظروفه. رايك بما حصل؟ والله هي سلبيه للاسف. يعني انا بتحس بنفسي اني اسم نادي تشرين اللي اسمه له صدى عربي، دورة تشرين الكروية الخامسة على الأبواب بلا إدارة، يعني 15 يعني 15 سنة دورة تشرين هي الدورة الأولى على مستوى الوطن العربي تقام لمدة 15 سنة متتالية دون انقطاع ولا دورة. ومع ذلك تصور أني هلأ في عنا دورة تشرين ال 15 وما فيها إدارة للأسف. إلا أنا طبعا أنا بحيي هلأ اللي قائمين هلا بالنادي اللي عم بيحاولوا يسيروا امور النادي، اللي هو المحامي اسامه عبد الله والكادر اللي معه من التزموا من الاداره، يعني اللي عم يتواجدوا لهم حضورهم طبعا. غير هيك يعني انا للاسف بقول هذه حاله سلبيه، لان تشرين مانو مثلا مثل ما بيقولوا شركه خاصه او شيء، تشرين هو مؤسسه الى كيانه الى واقع الى جماهيره الى، يعني تشرين اسم كبير. يعني هو مؤسسة رياضية يتبع لمنظمة، فما معقول يرتبط بشخص. طبعا أنا بوجه تحية لرئيس النادي اللي لحد الآن ما بنعرفه استقال أم لا، مصطفى سلمان، اللي حاول، هو حاول للأمانة حاول يعمل شيء بس الظروف شكلها خانته، أو اللي حواليه ما ساعده أو أوهموه بشيء، عملوا له البحر طحينة. ما بعرف، هو الرجل كان حابب يدخل الوسط الرياضي بعد ما كان داعم، وكان بالبداية داعم وحاول يدخل الوسط الرياضي، بجوز إجا بوقت غير وقته. يعني ابتعاده لرئيس النادي أدى لابتعاد اللاعبين وحتى المدربين، لأن الجميع ارتبط بهذا الرئيس للنادي ماديا. رأيك بهالظاهرة في الرياضة، تعلق الجميع بشخص، هل هذا يبني
ناديا مثل ما بقول؟ لا لا لا، اكيد بالتاكيد ما بيبني نادي، لاني انا لما بدي اجي اتعاقد بدي اتعاقد مع تشرين النادي الكبير اللي تعاقد بزمان واجى عليه. ما بدنا نقول مين اللي كان فيه، اللي كان فيه نجوم كبار، اللي كان فيه عبد القادر كردغلي، موفق كنعان، نضال قضيماطي، عمار حبيب، يوسف هولا، يعني وانا بعتذر من الاسماء الثانيه لاني في اسا نجوم كتار. نادي تشرين بيوم من الايام علينا اني ما ننسى استقطب وليد ابو السل في ايام عزه، استقطب نزار محروس في ايام عزه، استقطب جورج خوري، حسين ديب، استقطب نجوم. يعني وين هاللاعبين الحاليين؟ للاسف من 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 النجوم اللي عم يصنع اللي صنعوا تاريخ الكره السوريه. فانا مع ان اللي بده يجي على تشرين يجي لاسم نادي تشرين، ما يعني يعني ما تقليل من الداعم او بس للاسف ان لما اجوا لاني مصطفى سلمان رجل اعمال كان ضامن لحقوقهم اني انا بدفع له الرواتب. فتشرين حاليا يفتقد للمال، خزينته صفر، واللاعب للاسف يعني عم بيفكر بالماده هلا بهالوضع انه بده يعيش. فالعيب ما نو باللاعب ولا برئيس النادي، العيب بواقع النادي اللي ما في موارد، ما في اي شيء. فخزينه نادي صفر، اكيد ما فينك تقارنها بخزينه نادي فيها 15 و20 مليون. تم تكليف المحامي اسامه عبد الله بتسيير الامور وسط اداء ضعيف لمعظم اعضاء مجلس الاداره، لانه اكثر من 3 اعضاء هم بالاسم اعضاء لكن لا يتوجهون ولا يعملون. الحل برايك؟ هلا انا امبارح كنت لختام مدرسه تشرين والتقيت الاستاذ اسامه اللي بوجه له تحيه، بوجه تحيه لكل كوادر تشرين اللي ساهمت امبارح بتخريج جيل جديد من تشرين، جيل تشريني طبعا، جيل تشريني جديد مميز. فكان وجهه نظره انه هن رفعوا كتاب للقياده الرياضيه بترميم بدل 3 اعضاء. بس انا طبعا ماني مع الترميم، الترميم ترقيع مثل ما بيقولوا، ترقيع الثوب مره واثنين وثلاثه اخر شيء. تعرف الاسماء؟ هلا هن الترميم الاشخاص يعني. طبعا في اعضاء الاداره على ما اعتقد ناهد ناصر ورياض فضليه، وفي مصطفى سلمان على اساس اني هو كان، حتى سمعت اني اول امبارح قدم استقالته. البدلاء؟ ايه البدلاء ما بعرف. ما 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 طرحت. انا بتمنى اني ما يكون ترميم، لا انا برايي الترميم ما راح يجي صح، لاني بالاصل في 2 تانيين اللي هن الكابتن غسان وفي زهير. فانا برايي لا، انا بيجي تعال يا رئيس نادي قدم خطتك، قدم الاسماء اللي بدك اياها وبشكل مجلس اداره جديد. رئيس النادي واعضاء يكونوا منسجمين، يعني بيتحاسبوا على الفتره اللي بدهم يشتغلوها مع بعض، لاني لما بيكونوا منسجمين انا برايي ممكن يعطوا اكثر لتشرين، لان اذا ما كانوا منسجمين بده يشتغلوا ببعض بدل ما يشتغلوا لمصلحه نادي تشرين. تشرين ما زال يتدرب تحت قيادة عبد الله مندو، هل لديك معلومات عن المدرب الجديد لفريق تشرين؟ هل هناك مفاوضات مع مدرب جديد؟ ما هو مصير عمار شمالي؟ هلا مصير عمار شمالي انا ما بدي احكي عن اللي تداوله الشارع الرياضي اني ترك او لا، هو كان مع منتخب الشباب وبتوقع امبارح كمان الحديث مع رئيس النادي المكلف اني في اتصال معه، تم على اساس يتم الاتفاق معه لقاء، وبناء على هذا اللقاء يا كابتن عمار نحن هذه اني 1 2 3 هذا واقع نادي تشرين، كان الواقع المادي شيء وهلا الواقع المادي تغير، فانت بدك تستمر معنا ولا لا؟ بشكل ادبي يعني لحتى تشرين ما يخطو اي خطوه ويتجاوز الكابتن عمار، لاني في شيء اسمه لباقه، فاللباقه اني ما يتعاقدوا مع اي مدرب قبل ما ياخذوا الاوكي، اني بدك تستمر كابتن عمار او لا، فالقرار بايد الكابتن عمار، اذا بده يبقى مع النادي وفق امكانيات النادي، بتوقع النادي بده عمار الشمالي والاداره الحاليه بدها اياه. لاني عمار الشمالي اسم كمان وشفنا شو عمل بنادي المصفايه وهو اسم كبير وهلا ما شاء الله عليه، يعني اني مدرب طموح وشاب وعنده عنده عنده اسا شيء ليعمله. في حال عمار قال لهم لا، انا برايي ما يتجهوا لاي مدرب من خارج المحافظه. يعني انا وجهه نظري ان تشرين بضم كثير خبرات، بضم كوادر كثير، يعني عندنا مدربين كثير، يعني السنه الماضيه الكابتن ماهر قاسم تصدى لمهمه التدريب بوقت كل الناس ابتعدت، فانا لما بدي كافئه ما بقول له اقعد على جنب يا ماهر، لا
انا بقول له تعال واشتغل، وخاصة انه هو اتبع الدورات التدريبية اللازمة واخذ الشهادة اللازمة لاني اللي بتتطلبها انه يكون مدرب. فانا برأيي اني اذا بدي تكون في تدريب، يعني السنة الماضية شفنا ماهر قاسم اشتغل مع الفريق كمدرب او مساعد مدرب، ياسر لفاح كان مساعد مدرب للكابتن مروان خوري واستلم تدريب الفريق طبعا كمان حوالي اسبوع 20 يوم. في احاديث عم تقول انه عوده المدرب مروان خوري لتشرين. والله بما انه يعني الكابتن مروان السنه الماضيه عمل شيء، عمل حقق نتائج ايجابيه مع الفريق، وهو قريب من اللاعبين حاليا، قريب منهم يعني، فعودته ممكن تكون وارده اذا كان طبعا الكابتن عمار ما بده يستمر، الاداره ما تطرقت لهالموضوع. الإدارة أنا قلت لك مبارح رئيس النادي قال لي المكلف طبعا لأني ما فينا نقول رئيس النادي المكلف هلأ بشكل رسمي، قال أني هلأ الخطوة الأولى اللقاء مع الكابتن عمار شمالي، شو بقول عمار بيستمر معنا؟ راح نستمر معه وفق الإمكانيات وشروط عقد جديد يمكن بيناسب النادي. ما هيك أنا مثل ما عم بقولك، أنا برأيي عنا ماهر قاسم، عنا ياسر لفاح، عنا عبد الله مندوت أكيد لازم يبقى لأنه هو حجر الأساس بأي جهاز فني هلأ حاليا، وفي عفوا في مدرب شاب كمان وعنده طموح، يعني أنا بتمنى ينضم لها المجموعة. وما نعيب ان يكون جهاز تدريبي بيضم 3 مدربين 4 مدربين، مدير فني و3 مدرب ومساعدين اللي هو سومر البدي. بظل هالوضع الحالي لفريق رجال تشرين شو تتوقع له بدوري المحترفين؟ هلا الواقع ما بيسر، واني ما بدنا نعيش العالم باحلام. اللاعبين اللي اتعاقدوا معهم هن اتعاقدوا بتوقع مع علي خليل وعبد القادر بودقة، وفي هلا حسب ما علمت في مدافع مصفات بانياس وحاطين سابقا محمد علي، وفي اسمين الثانيين. بس انا اللي فيني اقوله اني ما بدنا نتفائل كثير ان تشرين راح يكون منافس. بظل الفتره السابقه والاسماء 11 لاعب اللي كانوا متعاقدين معه، كنت فيني اقول لك غير اللي هلا بقول لك ان كان تشرين ممكن ينافس. بس بظل الامكانيات الحاليه والواقع الفريق، لأني لما انا بسمع اني حمدكو جاي واحمد مدنيه جاي وفلان وفلان وفلان، حمدكو لا نص فريق، حمدكو بيجيب يعني بيساهم بانك تحرز لقب دوري معك مدنيه، بينما هلا الاسماء هي كلها راحت، واركان لا ننسى اركان مبيض كمان وخبرته بالملاعب، ففي اسماء كثير راحت. ما فيني اقول لك الا اني تشرين انا بتمنى ان يكون من فرق الوسط، بيكون فريق مؤثر، اني ممكن يزعج فرق المقدمه، بس ما بتوقع اني ينافس على اللقب. من الحديث عن واقع نادي تشرين، الحديث عن واقع نادي حطين، كيف بتنظر لواقع نادي حطين بعد استقالة لسرور وابتعاد كمال قدسي عن النادي؟ يعني ما بعرف، كأني عين وصابتهم إدارة نادي حطين بعد بعد ما شفنا هيك أني إدارة إجت والكل التف حولها. فيني اقول لك الكل التف حولها يعني بصراحة، وما كان في مثل الشلالية، انتفت الشلالية بهالفترة، انتفت الشلالية بهالفترة. فأنا اللي تفاجأت في استقالة الكابتن عمار، اللي ما بعرف فيها أسبابها كثير انحكى فيها أن هي أسباب مالية، أسباب خلال بالعقد سواء من هون أو من هون، كل طرف له وجهة نظره. فيعني أنا إسا ما التقيت على أساس أني ظروف ما سمحت لي التقي بالكابتن بشار لأخذ شو عنده، وبنفس الوقت ما التقيت بالإدارة لأعرف شو عنده. بس أنا ما بدي أحكي مين منهم صاحب حق ومين منهم على حق ومين، أنا بدي أعطي يعني مثل ما بيقولوا أن اثنيناتهم على حق، لأن اثنيناتهم كانوا حابين يشتغلوا. يوم الخميس الماضي كان معنا الكابتن كمال قدسي هون، وأكد لنا بالتقارير وبالأوراق وبالتوقيع رسمية يعني من خلال تعاقد الإدارة مع الكابتن بشار سرور، أنه سبب الخلاف كان حول الراتب أو الخلاف مادي بكل ما تعني الكلمة من معنى، يعني هيك مشكلة بهيك وقت، شو رأيك فيها؟ لا أنا ماني مع نهائيا، يعني أنا حضرت المؤتمر الصحفي اللي عملوه بنادي حطين،
واللافت اني كان كلام الكابتن بشار اني انا جيت للاداره، انا سبق وانطلب مني الشغل بس ما كنت مرتاح، وانا ارتحت للاداره الحاليه وانا بشتغل معهم ومعهم راح نكفي المشوار. الرجل وبصدق قال، والاداره كانت كثير كثير متفائله ببشار يعني. فانا مباشره بين ليله وضحاها بفك الارتباط هذا، حتى لو كان في اسباب ماليه انا ماني مع الطرفين لاني ينهوا الموضوع، لاني لو كانت الاسباب ماليه حاطين فوق اكبر من هيك يعني مثل ما بيقولوا كان ممكن نشد شوي ونرخي شوي. ويبقى الكابتن بشار اللي كان من اوائل المدربين اللي بداوا الاستعداد للدوري، فنحن ما لازم يعني اني فورا، حتى لو كان يعني انا وجهه نظري حتى لو كان في خلاف مادي على 50,000 او 100,000 او 25,000 ما بعرف شو هو بالضبط المبلغ، فانا ما يعني ما ممكن اني الاداره ما وقفت عند المبلغ خالد، وقفت عند نقطه انه لو يدراع من المدرب وفرض رايه وفرض يعني وجهه نظره. هلا اذا كانت وجهه نظره صحيحه غير صحيحه ما انا ما من خلال ما, ما, ما من خلال ما شاهدنا شفنا من طرف من خلال واحد ما شاهدنا بالاوراق من طرف واحد اتفاق بشار سرور مع الاداره على ان يحصل بشار سرور شهريا على راتب 200,000 ليره، هو بوزع الرواتب على الجهاز اللي معه تمام. مدرب مساعد مدرب محمد طنب ترك بعد كام يوم، معالج ما يطلع مرتين بالاسبوع، اداري غير متواجد، فبالنهايه انه اختلفوا انه لا انا ما بدفع للمرافق انتم بتدفعوا وهيك، وفرض عليهم وهالحكي من خلال انا وجهه نظري اني كان ممكن تسويه الامور، وابقى على الكابتن بشار اللي له رايه بالفني. هلا هو في ممكن انا عجبني كلام قاله الكابتن كمال قدسي يوم الخميس يعني الماضي، الكابتن بشار ابن النادي يعني بكل تاكيد حتى نكسب بشار سرور مدربا كما كسبناه لاعبا متميزا عندما كان لاعبا يجب ان يكون اكثر مرونه في عمله هلأ التدريبي. هلا ممكن هو هو عنده هالميزه هذه. هلا انا بعرفه حازم وصارم بالملعب، بعرفه صارم، وانا شفته هالشيء هذا يوم كان متولي تدريب نادي تشرين. بتعرف ليش بس للاسف محمد طلب ما بعرف حاطين شو السبب؟ كابتن محمد طلب مساعد بشار صر ليش ترك التمرين بعد اسبوع؟ لا ما عندي المعلومه. لانه حاطط كاسكيت وقال له بشار سرور شيل الكاسكيت عن راسه، انا ماني اتحط كاسكيت. هلا هذا الكلام انا برايي سمعته من الكابتن محمد ولا لا؟ انا ما عم دافع عن المدرب، الكابتن محمد انا ما سمعته، انا سمعت الكلام من الكابتن محمد. هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني اكيد انا ماني مع هالشيء، بس لاني هذا ما بياثر يعني هذا ما بياثر على ناحيه تدريبيه او شيء. انا برجع باكد انه حتى نكسب بس بشار سرور مدربا مميزا كما كسبناه لاعبا مميزا يجب ان يكون اكثر مرونه. هلا انا مع ان يكون مرن الشخص، اي شخص كان يعني يكون حازم يكون مرن باوقات معينه، احيانا في ظروف بتخليك تضطر ما اني تتنازل ترخي شوي للمصلحه العامه يعني. هلا اكيد بشار استلم من النادي ومعهم لفتره لهاللاعبين فعرفهم، وهو اللي كان مختار عدد من اللاعبين اللي تم التعاقد معهم، يعني تم التعاقد مع اللاعبين بناء على اختياراته. فأنا كنت متمني أني بشار يستمر مع الفريق لأني أكيد كان ممكن يعمل شيء، بس قدر الله وما شاء فعل، وما في نصيب أن يكفوا مع بعض. كما تابعت يوم الثلاثاء عبر برنامج جول عبر إذاعة أمواج أفهم، كانت المفاجأة مدوية في الرياضة الحطينية، كانت بإعلان الخبرة التحكيمية والإدارية وعضو إدارة نادي حطين كابتن كمال قدسي اعتزال العمل الرياضي بشكل نهائي، وأعاد السبب إلى قلة الوفاء. رأيك بالقرار مثل ما سمعت في برنامج؟ والله هو أنا يعني كان لي مداخلة بالبرنامج، ومثل ما طبعا القرار أنا ضده، أنا لست مع القرار أني ابتعاد الكابتن كمال لأسباب كل العالم تعرفها، كل من يعمل بالرياضة البلادية بالساحل أو الرياضة السورية بشكل عام بيعرف مين هو كمال قدسي. طبعا أنا ما بدي لمع عفوا بهالكلمة قبل، كمال قدسي اسمه لحاله معروف وغني عن التعريف، ولما كان رياضي وكان لاعب كنا نحن صغار، فمعلش يعني هو كلياتنا بنفتخر فيه. حطيني تشريني ما عندنا مشكلة، نحن هو قلت له أنا أنت بتمثل كل أندية اللادية
ما بتمثل نادي حطين، انت مكسب لكل الانديه. انا طبعا ماني مع هالقرار، وهو مثل ما قال معك ان قله الوفاء، انا ما اكتفيت بهالكلام، انا اتصلت فيه ثاني يوم بدي احط النقط على الحروف، بدي اخذ منه تصريح، فقال لي قله اسباب صحيه. قلت له انا ما مقتنع بجوابك، لاني ما شاء الله عليك هلا انت اشب مني ومن عبد الله ومن من كثير ناس، وبترقد وضاحيه ودنيا. قال لا فعلا انا اسباب صحيه، لاني هالشيء اللي عم بيصير معي بالواقع الرياضي عم بياثر علي سلبيا وعلى الصحه العامه، وانا اكثر من مره تعرضت لازمات صحيه من وراء هالشيء. وبرجع بقول له انا يا كابتن كمال من عزك ومن احترمك ومن قدرك، بس انا هلا ماني مقتنع باني قله الوفاء موجوده، بس اسباب صحيه ماني مقتنع. بس بقول له انا اني في شيء يقال اني اسباب هالابتعاد جاء نتيجه طبعا ردود لاستقاله الكادر الفني وتغيير الكادر الفني، في جزء من هاد اكيد له سبب، اني بتوقع في اسباب بهالموضوع هذا. طاقم تدريبي جديد بقياده الكابتن محمود فيوض ومساعده الكابتن بدر بغدادي لقياده فريق رجال حطين بدلا من بشار سرو. هلا ما فينا نقول جديد، يعني الكابتن محمود فيوض من يعني اهل البيت، جديد قديم يعني، دائما بنشوفه مدرب، ما في موسم الا ما بده يتولى تدريب نادي حطين يعني. طبعا بس للاسف الشيء طبعا هو الكابتن بدر له حضوره، انا بتوقع اداره نادي حطين انصفته حاليا لما كان اسمه ضمن الجهاز الفني، لأن السنة الماضية الكابتن بدر هو اللي جهز الفريق وشارك فيه بدورة تشرين وكان فريق متميز. فالكابتن محمود والكابتن بدر أسماء إلى قيمتها بالملاعب اللادانية مثل ما بيقولوا. حتى الكابتن محمود مع منتخبات سوريا العمرية والناشئين كان له حضور. بس مثل ما عم بقول لك أنا، إني يعني أنا اللي بتمنى إني إدارة حطين ما بعد شهر شهرين تقيل أو بطريقة أدبية تقول له للكابتن محمود استقيل أو إقالة، لأني أنا مثل ما أنا شايفك هلا شايف يعني شو بيصير للأسف. يعني بعد شهر اثنين ثلاثة نرجع نشيل الكابتن محمود، بيرجع بيجي الكابتن سليم جبلاوي وفيوض، وبيرجع بنجيب سيد بيازي. يوقفوا على يعني يوقفوا على جهاز تدريبي سيد بيازي ما راح يجي يعني هلا. الله يوفقه ويوجه له الخير وييسر امره، وطبعا نتمنى التوفيق لكل كوادرنا. فانا اللي بتمناه اني يكون عندكم سياسه واضحه، تركوا المدرب يشتغل 6 شهور او سنه موسم واحد يعني، تركوا مدرب يكفي مرحله، للاسف مرحله ما عم نخلي مدرب يكفي مرحله. ضمن الظروف والتعاقدات اللي اجرتها اداره حطين فيما يخص يعني لاعبي فريق الرجال، شو بتتوقع لحطين بدور المحترفين؟ يعني ما بتوقع لحطين افضل ما بتوقع لتشرين. حطين لاعبين شباب كنا متفائلين السنه الماضيه فيهم، وانا كنت متفائل ان حطين يبقى حطين ما بقي الا بقرار اتحادي، بس الحمد لله التفاؤل يعني تحقق اني حطين بقي. بس انا اللي بتمناه اني نستفيد من تشرين وحطين يستفيدوا من درس الموسم الماضي، ما بس الموسم الماضي، حطين وتشرين سقطوا وهبطوا من 3-4 مواسم، فانا اللي بتمناه اني يستفيدوا من الدرس بس المشكله ما هي الادارات نفسها اللي تستفيد. بطولة أشبال النادية حصل عليها فريق أشبال حطين، شو ممكن نحكي عنها؟ طبعا أول شيء منبارك لنادي حطين إدارة وكادر فني ولاعبين، ومنشكر أهالي اللاعبين اللي رافقوا أو أطفالهم مثل ما بيقولوا أبنائهم. حطين استحق اللقب بغض النظر عن ما جرى بمباراة حطين وتشرين، اللي للأسف يعني قد يكون في بعض الأخطاء التحكيمية، قد يكون في انفعال جمهور، قد بس للأسف يعني أنا بتمنى أني نخلص من 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 سلبيات الديربي حتى بالأطفال. يعني صار شيء ما كان لازم يصير، لأني كان في أهالي وكان في حضور، بس حطين استحق اللقب بدليل أني فاز يعني وأخذ يمكن 16 نقطة مقابل 11 نقطة لتشرين. نعم. بسرعة لو سمحت، معنا كام سؤال بدنا نأخذ عليهم إجابة سريعة قبل ما يدركنا الوقت، تنتهي وقت الحلقة. توقف بطولات الفئات العمرية على مستوى القطر، شو تأثيره على كرة القدم السورية برأيك؟ أكيد له تأثير، تأثيره كبير، لأني أنا هاللاعب الفئات العمرية وين بده يدخل المنافسة، جو منافسة، يعني إذا ما دخل جو منافسة مع النادي كيف بده يدخل جو منافسة مع المنتخب؟ يعني بيروح على المنتخب ليرجع يتعلم ألف باء، يعني النادي لازم يكون باعت اللاعب جاهز للمنتخب. هلا هيك عم بصير بالرجال،
بس بالشباب ما عملنا ايه الا اذا كان لاعب الشباب هو عم يلعب مع فريق الرجال ايه، بس الفئات العمرية اثرت سلبا على منتخباتنا، واللي صار مع منتخب الناشئين هو طفرة يعني. الحظ لعب دوره، بس مع ذلك انا متفائل بالمنتخب يعني، حتى اللي بده يلعب بالمونديال ان شاء الله يكون تفاؤلك بمحله. نتمنى. من يتابع واقع كرة القدم في أندية اللاذقية تأكد له وجود خلل كبير، يكفي انه 3 أندية من اصل 4 هبطت لدرجات ادنى، برأيك الاسباب والحل بسرعة لو سمحت؟ الاسباب منافع شخصية، عدم تحمل المسؤولية، برجع يعني ما في الحل، يكون في غيرة على واقع الرياضة باللاذقية وواقع الأندية، سواء بالإدارات الأندية سواء بكل مفاصل الرياضة. نعم. غياب الاستقرار الإداري في أندية اللاذقية، استقالات، ابتعادات، إقالات، برأيك وين المشكلة؟ هل هي في سوء الاختيار أم في الواقع المادي الصعب؟ هلا هو الواقع المادي الصعب مثل ما بيقولوا المال هو عماد أي عمل بدك تقوم فيه. هلا لو وجد يقولوا 10 مليون أو في بنادي تشرين 50 مليون بالخزينة، ثق تماما رح تلاقي تسابق مثل الماراثون، او بدي من اللي بده يجوا على نادي تشرين ليشتغلوا بنادي تشرين، نفس الشيء بحطين أو بس نوجد المال. لما ما في مال الكل عم يهرب لسبب بيقول لك انا ما فيني ادفع من جيبتي، الظروف ما بتسمح لي ادفع من جيبتي، واذا دفعت من جيبتي رح اقدر احصل ولا لا؟ رياضة اللاذقية هل هي بخير؟ اتمنى ان تكون بخير. شو ممكن نحكي عن أولمبياد الأخير؟ أنا لحد الآن ما انتهى الأولمبياد، فما فينا نقيم لينتهي الأولمبياد بشكل كامل، وبناء عليه من بنعمل جرد حساب اللاذقية بكم لعبة شاركت، شو حققت، شو كان ممكن تحقق، وين التقصير، شو الأسباب، وقتها رح يكون إلى وقفة، وبناء عليه بيتم التقييم، لأني إسا لحد الآن ما انتهى الأولمبياد، إسا في حتى اللاذقية بدها تستضيف كرة قدم يمكن هون بطولة القدم، فما فينا نحكم على إلا التي ينتهي. شكرا لك زميلي الإعلامي خالد جطل، الكلمة الأخيرة شو بتقول؟ بتمنى أني كلياتنا نعمل بثقة وشفافية رفع مستوى واسم رياضة اللاذقية. شكرا لك مرة ثانية زميلنا الإعلامي خالد جطل كان معنا في حلقة اليوم، ومثل ما شفتوا وضعنا نقاط على حروف في رياضة اللاذقية وأندية المحافظة. بتشكر متابعتكم لنا مشاهدين الكرام، شكرا لفريق العمل بأكمله برفقة المخرج رزان صقر، ملتقانا يتجدد يوم الخميس القادم، إلى اللقاء.